الرئيس السيسي وجه دعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام جنوب أفريقيا. حفتر يؤكد أن معركة طرابلس لن تحسم إلا بعملية عسكرية شاملة، ويتهم دولا عدة بدعم الإرهاب في ليبيا. مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد أن واشنطن تدرس إلغاء العفاءات من عقوباتها. الثانية ظهرا 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخبارية حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام جنوب إفريقيا في الدورة 16 بكأس الأمم الإفريقية. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للقاضي عبد الله أمين محمود عصر رئيسا لمحكمة النقد، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيسين الجديدين لمحكمة النقد وهيئة النيابة الإدارية، حيث أكد الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقا للدستور والقانون. كما قام الرئيس بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مجدي محمود طه أبو العلا رئيس محكمة النقد السابق، والمستشار أماني محمد بدر الدين الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. وجه الرئيس السيسي بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ لتتناسب مع زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية والتي تشهدها مصر. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، شدد الرئيس على ضرورة وضع حلول مبتكرة لمشكلة البيئة ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات القائمة والجديدة. ومن ناحية أخرى، وجه الرئيس بالاستمرار في أعمال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذلك أعمال تطوير وتنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو. أكد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن التقدم نحو العاصمة طرابلس يعتمد على عملية عسكرية شاملة ولا يعتمد على موقع معين، نفيا تأثير الانسحاب من مدينة غريان غرب البلاد على العملية العسكرية في طرابلس. كما نفى حفتر في مقابلة مع وكالة بلومبرغ حصول الجيش الليبي على أي أسلحة أمريكية، وقال أن معركة طرابلس تخضع قبل كل شيء لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن هناك عدة دول تدعم الإرهاب في ليبيا. قصفت مدفعية الجيش اليمني مواقع لميليشيا الحوثي في جبهة حجر شمالية محافظة الضالع الجنوبية البلاد. وأوضح الجيش اليمني أن القصف استهدف مواقع الميليشيا في أطراف مديرية قعطبة، ما أسفر عن تجبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد. أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون أن واشنطن تنظر في إمكانية إلغاء عفاءاتها من العقوبات الأمريكية والممنوحة لبعض المتعاملين مع إيران، وأوضح أن هذا الإجراء قد يأتي ردا على تجاوز مخزون إيران من اليورانيوم الحد الأقصى المسموح به حسب الاتفاق، والذي أبرم عام 2015 وانسحبت منه واشنطن العام الماضي. وشدد على أن طهران لا تحترم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولم تنوي التخلي عن تطلعاتها للحصول على الترسانة النووية. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.